بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي جريد 1، أهلا وسهلا بكم. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Numbers 31, 32, 33, 34 and 35 for the first grade primary first term نظام التعليم الجديد 2.0. تعالوا يا شطار نشوف النمبرز اللي معانا النهارده. بيقول لي count and read. count يعني عد، وread يعني اقرأ، يعني عد واقرأ. تعالوا نشوف أول نمبر معانا النهارده. how many fish are there؟ يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. طبعا ال 31 بتتكتب ازاي يا مستر؟ بالديجيتس بتتكتب ايه؟ 3 وجنبها 1. 31 بتتكتب ازاي بقى بالليترز؟ طبعا احنا في الدرس السابق عرفنا كلمة 30 THIRTY، دي كلمة 30. 1 طبعا احنا حافظينها من اول درس في الفيرست تيرم، O-N-E 1، يبقى 31 THIRTY، دي كلمة 30، وكلمة 1 O-N-E 1 31. نشوف النمبر اللي بعد كده. How many monkeys are there؟ في كم مونكي قدامي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. ال 32 طبعا بتتكتب بالديجيتس ازاي يا مستر؟ 3 وجنبها 2 32. طب بتتكتب بالليترز ازاي؟ ادي 32 THIRTY، دي كلمة 30 لوحدها، وكلمة 2 TWO 32 32. نشوف النمبر اللي بعد كده. How many butterflies are there؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 33 طبعا بتتكتب ازاي بالديجيتس؟ بتتكتب 3 وجنبها 3 33. طبعا بتتكتب بالليترز، كلمة 30 لوحدها و 3 لوحدها THIRTY، وكلمة 3 THREE 33. after that how many elephants are there؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. ال 34 بتتكتب بالديجيتس ازاي يا مستر؟ 3 وجنبها 4 34. طيب بتتكتب بالليترز ازاي؟ كلمة 30 لوحدها و 4 لوحدها THIRTY، دي كلمة 30، وكلمة 4 حافظينها برضو FOUR 4، يبقى 34. after that how many tigers are there؟ 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. بتتكتب ازاي يا شطار ال 35؟ برافو عليكم. 3 وجنبها 5، ادي 35. وطبعا بتتكتب بالليترز برضو 30 وادي 5، تي اتش اي ار تي واي دي كلمه 30 وكلمه 5 اف اي في اي 35. تعالوا يا شطار نشوف كويستشن، يلا بينا. بيقول لي ايه؟ ريد اند رايت، اقرأ واكتب. النمبر ده اسمه ايه؟ 31. يلا ها، 31 31 31 تي اتش اي ار تي واي دي كلمة 30 وكلمة 1 او ان اي 1. طب بعد كده 32 32 32 32 T H I R T Y دي كلمة 30 وكلمة 2 T W O 32. After that 33 33 T H I R T Y وكلمة 3 T H R double E 33 33 33. After that 34 34 T H I R T Y و F O U R 34 34 34 34. After that 35 35 35. T H I R T Y وكلمة 5 F I V E 35 35 35 35. T H I R T Y وكلمة 5 F I V E. Another question، يلا بينا. Write the number، اكتب النمبر. طبعا احنا عارفين كويس جدا ان اللي قدامنا ده اسمه 10 فريم، يعني الفريم الكامل ده اللي فيه 10 دوتس على طول اعرف ان هو ب 10. طبعا ده 10 وده 10 يبقوا 20، وادي كمان 10 يبقوا 30 31 32 33 34. هنكتبها طبعا بالديجيتس الاول 34. بتتكتب بالليترز ازاي؟ 30 وجنبها كلمة 4 34 T H I R T Y وكلمة 4 F O U R. Another number 10 20 30 31 32 33 34 35. طبعا ال 35 بيتكتب بالديجيتس، ادي 35. هنكتبها بقى بالليترز ازاي يا شطار؟ 30 لوحدها و 5 لوحدها T H I R T Y وكلمة 5 F I V E 35. Another number ها 10 20 30 31 32 33. طبعا ال 33 بتتكتب بالديجيتس 3 وجنبها 3، وبتتكتب بالليترز 30 وجنبها 3 T H I R T Y وكلمة 3 T H R double E. Another number 10 20 21 22 23 24 25 26 27 27. واخدينها قبل كده طبعا، 27 كتبناها كتير جدا قبل كده. Another number ادي 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29.
وبرضو كتبناها كتير قبل كده. 29. طب يلا ها 10 20 30 31 بتتكتب ازاي بقى بالديجيتس؟ 31 31 T H I R T Y وكلمة 1 O N E 1 يبقى 31. Another number 10 20 21 22 23 24 25 26 26 برضو خدناها قبل كده وكتبناها كتير. 26 سهلة جدا. Another number 10 20 30 31 32 32 برضو كلمة 30 لوحدها و 2 لوحدها THIRTY دي كلمة 30 وكلمة 2 TWO 32. Another number 10 20 21 22 23 24 25 وطبعا كتبناها برضو كتير كلمة 25 20 لوحدها و 5 لوحدها. تعالوا نشوف another number. يلا بيقول لي write the number. يلا نعد. How many mangoes are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. طبعا هنكتب ال 34 بالديجيتس و 34 بالليترز سهله جدا. Another number how many bananas are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى الرو الصف اللي قدامي ده كده فيه 10 ده 10 وده 10 وده 10 10 20 30 31 32 ادي 32 وبنكتبها طبعا بالليترز سهله جدا 32. يلا ها how many plates في كم طبق قدامي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ادي 32 وبنكتبها برضو بالليترز 32. طب يلا نشوف how many apples are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. هنكتب 31 وطبعا بنكتبها بالليترز 31. How many strawberries are there? Huh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 بنكتب ال 34 وطبعا بنكتبها بالايه؟ بالليترز كلمة 30 وكلمة 4. How many oranges are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. طبعا ال 30 سهلة جدا 3 وجنبها 0 وطبعا خدناها في الدرس السابق THIRTY. تعالوا نشوف another question. يلا بينا write in letters. اكتب بالليترز يعني بالحروف يعني in words بالكلمات.
هو هيديني النمبرز بالديجيتس وعاوزني انا اكتبها بالليترز. الفيرست نمبر عندي اسمه ايه؟ 33. هكتب له 33 THIRTY، دي كلمة 30 وكلمة 3 THREE 3، يبقى 33. ها النمبر ده اسمه ايه يا حلوين؟ اسمه 10 TEN 10. 35 هنكتب 35 THIRTY، دي كلمة 30 وكلمة 5 FIVE 35. another number ها 31 كلمة 30 وكلمة 1 THIRTY، دي كلمة 30 وكلمة 1 ONE 1. another number 34 THIRTY، دي كلمة 30 وكلمة 4 FOUR 34. آخر نمبر 32 THIRTY، دي كلمة 30 وكلمة 2 TWO 2. تعالوا نشوف another question، يلا بينا. write in digits، عاوزني بقى اكتب بالديجيتس بالارقام. in digits write in digits يعني اكتب بالارقام. تعالوا نقرا THIRTY، دي كلمة 30 و FIVE دي كلمة 5، يبقى 35. طبعا عارفين ال 35 بتتكتب ازاي يا شطار؟ 3 وجنبها 5 يا مستر، سهلة جدا. طب نشوف النمبر اللي بعده THIRTY، دي كلمة 30 و TWO 2، يبقى 32 بتتكتب ازاي؟ 3 وجنبها 2، سهلة جدا. another number THIRTY FOUR، طبعا دي كلمة 30 ودي كلمة 4، يبقى 34، سهلة جدا. SIX طبعا عارفينها وحافظينها من زمان، اللي هي 6، تمام. THIRTY دي كلمة 30 ONE 1، يبقى 31 تكتب ازاي؟ 3 وجنبها 1، 31. another number THIRTY دي كلمة 30 و THREE 3، يبقى 33 طبعا بتكتب ازاي؟ 3 وجنبها 3، بسيطة جدا. اخر نمبر معانا النهاردة ELEVEN ELEVEN 11، طبعا ال 11 بتتكتب ازاي؟ 1 وجنبها 1، سهلة جدا. في نهاية درس النهاردة يا حلوين، بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا جدا. With my best wishes and goodbye.